السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم راح أتكلم عن جيمب. هذا الدرس الثالث. الدرس اللي قبل قلت إني راح أأجل الأداتين هذه اللي هي أداة الكلون تول وأداة الهيلينج تول بدرس مستقل، لأنهم يحتاجون لبعض الشرح أو لأنهم مهمات بالأصح، تمام؟ مهمات المعالجة الصور. ترى حلقي رايح وطي، يعني لو كحيت خليك مستعد. خلنا نشوف شو راح نسوي. عندك مثلا الصورة هذه، انت ما خلنا نفترض انك ما عجبتك انه مثلا جاية هذه، حاب انك تلغي النزلة هذه اللي هي شعار البنت ونازل مثلا. اللي عليك تسوي تختار اداة الكلون. الكلون هذه اداة معالجة الصورة من نفس الصورة او ممكن من صورة ثانية، يعني ممكن انك تفتح صورة ثانية بها نفس التدرج هذا وتبدأ تمسح، تمام؟ خلونا نشوف. اول شيء اختار اداة اللي هي التحديد، عايز تحدد لك منطقة معينة حاب انك تاخذ التدرج منها. نفترض انه المنطقة هذه، طبعا المنطقة هذه ما تكفي لانها مب كبرى، لكن مجرد مثال. اختر اداة كلون تول، اضغط على زر كنترول، دقيقة شوي، بينج. طبعا مكبر الاداة، اضغط زر كنترول، تمام؟ اضغط على زر كنترول، اضغط على نقطة معينة بالمكان هذا، يعني اذا كنت حاب تشيل المكان هذا فاقرب نقطة له هنا، فتضغط عليه بالزر كنترول وبعدين تبدأ تمسح هنا. نكبر الفرشات بس عشان يصير عندنا شيء واضح. لحظة دق. فلو تلاحظ انه صار يمسح المكان هذا. طبعا راح تظهر الصورة مرة ثانية. السبب المنطقة اللي حددتها كانت قريبة، فممكن انك تسوي ازاحة للمكان هذا. طبعا الاداة مثل ما انت شايف لازم تبتل ضغط، لما تضغط على نقطة معينة وتسوي مسح لا تفك، لانك اذا فكيت راح يبدأ بالنسخ من جديد. فخلونا نبعد شوية الحين، نختار نقطة هنا ونجرب نمسح لهذه كلها، تمام؟ بسم الله. لما توصل هنا خلاص وقف، اعرف انك دخلت، تمام؟ فتبدأ تمزح تمسح تمسح. وقفت، راح اضغط مرة ثانية هنا علشان ابدأ من جديد. اوكي، لو تلاحظ انه في فرق لون، يعني في فرق اللون هذا مختلف عن اللون الباقي، تمام؟ خلنا بس نكمل هذا كامل برضو، نمسح ذا. راح الحين، طبعا لاحظت انه راحت، اوكي ما قلنا شيء، لكن باقي في تدرجات لون، يعني صراحة حركة ما حبيته. طيب شلون نشيل الباقي؟ في عندك الاداة هذه اللي هي هيلينج تول. ميزة الاداة هذه انه اللي قبل شوية كانت نسخ، الأداة هذه لا، كان مجرد سحب لون. فلو مثلا، طبعا المنطقة هذه شوي باحمرار، فخلنا نقرب شوي بس عشان تصيرون بالصورة. لاحظ انه في فرق باللون هنا، فخلنا اختار المنطقة هذه مثلا ونبدأ نمسح هنا. فتلاحظ انه صار يروح اللون اللي قبل شوي، صار دخل بلون ثاني. بهالشكل. طبعا نسوي زوم اوت علشان نقدر نشوف. ممكن نختار نقطة ابعد شوي، طبعا مع زر كنترول اذا حاب تحدد نقطة جديدة اضغط زر كنترول. وبهالشكل هذا انت راح تسوي معالجة للصورة ويروح هالشيء اللي انت ما تبيه من الصورة. طبعا طلع اللون ليش؟ بسبب انه الاداة تقربت، فلازم تروح تحدد من جديد، يعني لو وصلت منطقة معينة فك وابد من جديد. طيب يسعدك. اوكي راحت صح ولا لا؟ خلنا بعد شوي.
راحت يعني بدون تأثيرات، ما عدا انه فيه اشياء هنا معينة يعني مثلا لو انت لاحظت يعني انا مزعج فيه ببعض النقاط، تمام؟ لو تلاحظ انه هنا فيه ما زال فيه، كل عليك تسوي انك تسوي نفس الحركة من جديد، تسوي كلون للمنطقة القريبة مثلا للمنطقة هذه لانها مرتفعة، بعدين تمسحه. بيب 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 خلصنا. طيب شخص ثاني يقول لا انا حاب اني تدرج هذا ما يكون هنا، انا حاب اجيبه هنا لكن ما يسبب تأثير. طيب شلون؟ بسيطة جدا. الحين طبعا احنا لاحظنا انه الحمد لله الصورة زي ما انتم شايفين، امسح اللي باه، ممكن تستخدمه كخلفية اذا كنت حابب الشكل هذا، او ممكن انك تبدل الدائرة حقت الابونتو والشعر ابونتو بوجهك مثلا، وجهك طايح كذا. فخلونا نرجع نبدا الصوره من جديد ونغير مكان الدائره هذه. طبعا انت شايف هنا حابين نشيل هذا كامل ونحطه هنا، بسيطه جدا. عليك تسوي اول شيء تحدد المكان هذا، طبعا المكان هذا موازي لهذا تماما، لذلك انا اخترت هذا المكان. تضغط هنا، تحددنا المكان، تروح يا طويل العمر وتكبر الفرجيه شوي، تمام. لاحظ انه راح يجي الشكل هذا هنا الحين، تمام. ونفس الطريقه نرجع شو اسمه الاداه الهيلينج، تمام، اللي تكلمت عنها قبل شوي هذه. طبعا انا ليش اقول هيلينج؟ بينكم صراحه واصير صريح جدا معكم، الجمله لو قلبته للعربي ما راح اقدر اشرح لأن تعودت على المصطلح بالإنجليزي، مو بمهايط كثيرين كذا يعني، تعودت على شيء معين خلاص راح تبقى. فنختار أداة الهيلينج، تختار المنطقة هذه اللي أقرب منطقة له، تمام. طبعا الدائرة كبيرة مرة، فخلونا نقصر شوية عالية، تمام، نقرب بلا صح علشان نبدأ نمسح زين. ونبدأ نمسح بس خلونا نبعد شوي بعد الأداة. بهالشكل طبعا راح تستمر بدل ما قد اغني لكم اوبرا انا هنا، تمام. طبعا لو تلاحظ الدائرتين هذه ميزته انه يقول لك خلاص وقف انت وصلت مكان مشابه، تمام. بهالشكل انت راح تستمر، مو بشرط انك تستخدم اداه الهيلينج، ممكن تستخدم اداه الكلون بنفس الوقت افضل اذا كنت حاب تجيب بسرعه، لكن اداه الكلون ما تعطي نتائج دقيقه جدا، يعني يمكن تستخدم الادتين مع بعض، يعني تجيب من هنا وتمسح، لاحظ انه صار نفس اللون بسرعه، لكن المشكله انه ممكن يصير في حدود طالعه او بارزه، هذه مشكله بحد ذاتها، تمام. وهكذا راح نستمر احنا بهالطريقه لحد ما اننا نعالج الصوره. طبعا عشان ما يطول الفيديو انا راح اوقف الى هنا. طبعا تقريبا وضحت لنا الصوره مثل ما انتم شايفين. اللي عليك تسوي تستخدم أداة الكلون، تسحب الألوان من هنا ومن هنا وتزبط هذه، تطلع لك نفس هذا بالضبط، راح يجي هنا ترى، تمام.